تعتبر الرحلات الشتوية إضافة ممتعة في حياة الفرد، فهي محببة للنفس لما تحمله من بهجة وفائدة. لذلك يحرص أفراد العائلة على الذهاب في رحلة بين الحين والآخر تجديدا للنشاط وترويحا عن النفس. تعد الرحلات العائلية من أهم النشاطات التي تبعث في القلب طاقة إيجابية منعشة، حيث تخرج أغلب العائلات في رحلات شتوية للتخلص من ضغوطات العمل والدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عاملا رئيسيا يغير من نفسية جميع أفراد العائلة، يبعث الفرح بداخلهم، يجدد فيهم النشاط والحيوية، يزيد الثقة بالنفس عند الأطفال، ويساهم في اكتسابهم لمهارات حياتية متنوعة تساعد في نموهم وتطورهم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عاملا رئيسيا يغير من نفسية جميع أفراد العائلة، يبعث الفرح بداخلهم، يجدد فيهم النشاط والحيوية، يزيد الثقة بالنفس عند الأطفال، ويساهم في اكتسابهم لمهارات حياتية متنوعة تساعد في نموهم وتطورهم. شاهدنا معكم مشاهدينا بعض الأماكن السياحية والترفيهية واللي الناس تتجمع فيها في فصل الشتاء ويستمتعون بهذه الأجواء الجميلة. طبعا المنطقة الشرقية فيها الكثير من الأماكن المفتوحة والأماكن اللي تكون فيها الكثير من الأشياء الجميلة واللي تكون لجميع أفراد الأسرة، يقدرون أنهم يستمتعون في نفس المكان. طبعا مشاهدينا مستمرين معاكم نحن في صباح الشرقية، خلكم معنا. مستمرين معاكم مشاهدينا في فقرات صباح الشرقية ومع ضيوفنا المنورين اليوم استديو صباحنا. طبعا مشاهدينا يسعى نادي مهرجان كلباء الرياضي الأول على توفير فرص الاستثمار والترفيه الرياضي بكفاءة عالية، كما تعزز أهمية الرياضة لمختلف شرائح المجتمع وتنويع الأنشطة الرياضية في المدينة التي دائما تتناسب مع الفئات العمرية المشاركة. يسعدنا مشاهدينا أن نحن نرحب بالأخ مبارك راشد المراشدة، فائز بالمركز الأول فئة المواطنين في سباق الطريق لمسافة 7 كيلومتر، وأيضا نصبح بالخير على الأخ أحمد الدبي منسق سباق الطريق في مهرجان كلباء الرياضي الأول. يسعد صباحكم وحياكم الله معانا الأخ أحمد والأخ مبارك. نعم، يا مرحبا بكم. يا مرحبتين. طبعا في البداية نقول لكم سنة خير عليكم بإذن الله وعلى الجميع، وما شاء الله إنجازات في بداية يعني نهاية 2019 إن شاء الله تشملها 2020 بإذن الله. طبعا في البداية نبارك لكم فوزكم بهذه المراكز، فوز الأخ مبارك.
طبعا فوزك بالمركز الاول فئه المواطنين في هذا السباق. طبعا هذا السباق من نوع يعني من نوع الجديد على المنطقه حقيقه. صحيح. مدينه كلبا. صحيح. ولكن يعني عطى حركه مميزه في مدينه كلبا في هذا اليوم، كان يوم الجمعه اعتقد. هي يوم الجمعه. يوم الجمعه كان يصادف، فكان في ايضا حضور كبير، ففوزك ايضا في هذا السباق يعني شو الشعور اللي حسيت فيه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة، ونحن سعداء اليوم بالتواجد معكم الصباح الشرقية. نعم. والله فوزي أقول الحمد لله على المركز الأول، في النهاية هي توفيق من الله يعني. والمهرجان هذا يعني غالي علينا في مدينتنا، ونحن كان طموحنا يعني نفوز في هذا السباق يعني، ونتمنى يعني زيادة مثل هذه المهرجانات يعني من في المنطقة يعني، من لها فائدة يعني في زيادة الوعي. الوعي الرياضي. وان شاء الله تزيد المهرجانات ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يا رب. بالنسبة لك الاخ احمد، يعني بما انك انت منسق سباق الطريق اللي كان في مهرجان كلب الرياضي الاول. نعم. وفي موسمه الاول، واللي كان بشكل مفاجئ تم التخطيط لهذا المهرجان، لكن ما شاء الله عليكم كان المهرجان مميز، وكانت فيه الكثير من الانشطة والسباقات لمختلف الفئات العمرية. كيف كان التنسيق مع المؤسسات اللي كانت داعمة ومشاركة لكم في هذا المهرجان؟ والله في البداية هي كانت مجرد فكرة، إقامة مهرجان رياضي كان يشمل فقط المشي. نعم. فاتصلوا فينا الأخوان في نادي اتحاد كلبة، كان منسقين مع الأخت آمنة المراشدة والأستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد المزروعي، فطرحوا علينا الفكرة أن يسووا مهرجان مشي، فجلست معهم فتوسعنا في الموضوع هذا، فقلت له ليش نحن ما نستقطب يعني نستقطب جرايين يعني يطلعون المنطقة هذه كلها. في المهرجان انا كان في سباق جري وفعاليات اخرى ايضا. نعم. كان في مشي هو بعدين تحول جري. سباق طريق يعني، فكانت مسافه صغيره وكذا، فالحمد لله يعني كانت بادرة طيبة منهم يعني إن كأول حدث رياضي في مدينة كلبة. حقق نجاح كبير أيضا، إقبال كبير الحمد لله، لأنه كان في عدد حضور مشارك كبير. نعم. وكانت في تقريبا 12 جنسية، مش فقط على الإماراتيين يعني، كان في 12 جنسية، هذا عدد كبير. نعم. بالنسبة لمدينة كلبة. نعم. فكان عدد جرايين اللي جايين، الخامة يعني جاية كانت خامة قوية يعني، وصحيح واجهتنا بعض المشكلات في البداية أن الموضوع كان مستعجل خلال أسبوعين، لكن قدرتوا تتداركون هذه الصعوبات. الحمد لله ترك أثر جميل في مدينة كلبة، فلأن في الإمارات كان في نفس اليوم حدثين رياضيات، فالعدائين هذيلا كانوا ملاعبين في عجمان، خلصوا ماراثون عجمان وعلى طول انتقلوا لمهرجان كلبة. هي فكان عدد المفروض يوصل أكبر عن كذا، فالحمد لله كان ناجح، وكانت منافسة قوية عملنا فيها. لما شفنا الإقبال يعني من مواطنات، كانت مواطنات موجودات في السباق، فعملنا لهم أربع فئات كمواطنين مقيمين رجال، وبالنسبة للنساء كمقيمات ومواطنات. كيف كان حضور السيدات؟ هل كان حضور كبير؟ والله السيدات تقريبا وصل عدد عندنا احنا فوق 30 سيده مشاركه يعني، عدد كبير في السباق الجري، مش ما اتكلم عن المشي يعني. في بطلات من تونس موجودات، في من فرنسا ومن الامارات يعني، ما شاء الله يعني في اعداد كبيره كانت مشاركه يعني. نعم. فيعني استاذ مبارك، يعني من خلال مشاركتك في هذا المهرجان، وخلال يعني العدد الكبير والجنسيات المتنوعه اللي كانت في هذا المهرجان، هل كان انطباعك هو نفس ما راح كان نفس ما صار المهرجان بالعدد بالمشاركين بالحاضرين ايضا يتابعون هذا المهرجان او هذا السباق؟ صحيح، انا اشيد باللجنه المنظمه معها اخ احمد يعني، يعني فتره وجيزه، هو قال لكم اسبوعين تقريبا، مش اسبوعين يمكن اسبوع ونص. اسبوع ونص يعني، خلال اسبوع ونص نحن نشارك يعني مهرجانات وسباقات في الدوله وخارج الدوله يعني، بس في فترة أسبوع ونص أنت تجيب هذا العدد، هذا شيء كبير، والتنظيم كان يعني إشادة من الجميع يعني، كان أن إحنا مشاركين مش من داخل الدولة، يونا من خارج الدولة بعد ما شاء الله، كانوا في متسابقين من خارج الدولة وكلمونا يعني، الإشادة كانت كبيرة بالمهرجان من التنظيم من المسار يعني، من أشياء كبيرة يعني، هذا جزء من الأجواء. أخ مبارك وأخ أحمد. نعم. وكانت في ألعاب مصاحبة يعني للمهرجان يعني،
وكانت جميعها في يوم واحد اللي هو كان يوم الجمعة، والفعاليات كانت والسباقات من الساعة 4 المساء أتوقع لين 8 المساء كانت مستمرة الفعاليات والأنشطة. بما أن يعني نحن نشوف أيضا فئات عمرية صغيرة وأطفال مشاركين معاكم في هذه السباقات، والفترة كانت قصيرة لكن ما شاء الله كانت الاستعدادات يعني مكثفة وكل شيء كان مرتب، ومثل ما ذكرت أيضا في الكثير من الجنسيات كانت مشاركة معاكم في هالفترة القصيرة. كيف كانت الحملات الإعلانية؟ كيف روجتوا لهذا المهرجان؟ لأن نحن ما شاء الله شفنا فيه حضور كبير وإقبال كبير من مختلف أيضا الدول، مو بس من دولة الإمارات. والله نحن حساباتنا في الانستغرام يعني معظم متابعين عشاق اللعبة هذه، فأنا عندي أخوي مبارك يعني أعمل البوست تبع السباق، وعندي شركة في دبي اللي هي الشركة المنظمة اللي نظمت الحدث يعني، فحاولنا قد ما نقدر ان احنا بشكل يومي يعني توزعون هالاعلانات الاعلانات وكذا. فوصلنا عدد يعني انا كنت متوقع، قلت لهم اذا جاكم عدد خلال الفتره هاي 70 جراي انتم ناجحين. كم كان عددهم؟ فوصل العدد 300. قد وقف التسجيل ما شاء الله كسرتوا الرقم القياسي. قد وقف التسجيل خلاص انه ما في مجال يعني، ان لان هذول يبغون ارقام ويبغون سنسرات ويبغون كذا، فنحن ما توقعنا العدد هذا يكون، ومحدودية الوقت أيضا يعني ما كان عندي عندنا الوقت وكذا، فكل ما زاد العدد يزيد الضغط عليك أنت. صحيح. فالحمد لله يعني عد المهرجان على خير، عد المهرجان ناجح. وأنا أقول لهم يعني أنتم ناجحين في كل شيء. نعم. يعني غير بعض السباقات اللي قايمين اللي نحن نشوفها الحين مع المشاهدين، أيضا كان في عروض للسيارات الكلاسيكية. نعم. فعطنا شوي الفعاليات الأخرى والأنشطة الأخرى اللي كانت موجودة في هذا المهرجان. كان في العروض الفرعيه في نادي اتحاد شلبه، مشارك بالفريق الجوجيستو في التايكواندو، صقارين من الشارجه، السيارات الكلاسيكيه، ام دراجات الرويال، نادي مليحه كان مشارك معهم في فعاليه، نادي دبل حصن. فصراحة يعني الجهات كلها ما قصرت ما شاء الله. عندنا الأسر المنتجة يعني كان يوم جميل بالنسبة لهم. نعم. طيب خلينا نشوف الجانب يعني الآخر، يعني خلينا نشوف جانب المشاركين. يعني احنا تعرفنا على جانب التنسيقي والتجهيز لهذا المهرجان لكن او هذا السباق، لكن المشاركين يعني كأول مرة بهذا التنظيم، يعني وقت قصير ولكن ما شاء الله كان تنظيم حلو مميز، لكن اكيد في صعوبات واجهتكم او تحديات نقدر نقول كتنظيم اول مره لهذا السباق، فانت كمشارك شو اللي واجهتك تقريبا؟ والله كصعوبات ما اعتقد كانت في صعوبات لا تذكر يعني. هذه نقول تحديات السلبيات يعني اللي كانت موجوده في السباق والله ما تذكر يعني، اشياء بسيطه يعني، بالعكس يعني هذا مش كلامي انا، كلام اغلب المشاركين في البطوله يعني، كلام اغلب المشاركين يعني صار تنظيم ما كان حد يتوقع يعني، ما كان حد يتوقع يعني، يعني العدد اللي كان موجود وتواصلوا معنا ما توقعوا هذا التنظيم، وكانوا يتمنون يمكن كانت لهم اول زياره لمدينه كلبة وانبهروا في المهرجان وفي المدينه يعني، وكلمونا كان يقول اتمنى ان نزيد المهرجانات وتزيد السباقات في المدينه ان شاء الله، يستمر يعني بكل المواسم هينا. ان شاء الله مهرجان تمر على اماكن سياحيه يعني، ايوه اماكن سياحيه. نعم. اماكن معروفه عندنا يعني. هذا هو القصد عليك يعني. كان يميز السباق. نعم. نعم. يعني انت مبارك ما شاء الله فزت بالمركز الاول مثل ما ذكرنا للمشاهدين بالجري، وانت من محبي الجري ومقتصر فقط على هذه الرياضه. صحيح. يعني ما حاب انك تتوسع تدخل في رياضات اخرى، شو السبب؟ ليش متمسك وايد بس في رياضه؟ انا مؤمن في شيء هو التخصص يعني، كل واحد يكون له تخصص يعني وبيبدع في هذا التخصص اللي يحبه هو يعني. وفي النهايه انا لاعب منتخب ولاعب نادي يعني، خلاص هذا تخصص الجري، ما اقدر اتفرع ركز على رياضه واحده تعطيها رياضه واحده ابدع فيها، سواء كان في رياضه ولا في اشياء ثانيه، الواحد يتخصص في شيء بيبدع فيه يعني. صح. الله يوفقك. وخلاص انا لاعب منتخب يعني، وصار لي فتره طويله يعني، خلاص ما اقدر اغير يعني. خلاص هذا هو مجالك وهذا ميولك. ايضا يعني اخ احمد، انت في مجال الرياضه وانت رياضي ايضا. نعم. لكن هالمره شاركت في المهرجان في المجال التنسيقي، ما دخلت او انخرطت في مجال الرياضه؟ شوف يمكن انا ويا مبارك مشاركين في جميع السباقات ولين الحين انا مستمر معاه يعني في المشاركه، لكن لما اللجنة المنظمة وكلتني أن أنا أكون منسق السباق، فصعب أن أنا أدخل. صحيح. أشارك معهم. يعني كتنظيم صعب أنك تكون مشارك مجالي.
قلنا يعني مسكنا الحدث هذا. نازلت هالمرة عن الرياضة؟ لا لا ما تنازل. لا ما خليه. إن شاء الله السنة الجاية ما نكون مشاركين إن شاء الله. لا راح أشوف مجال ثاني مردم من الرياضة. فالحين إن شاء الله أنا والأخ مبارك نستعد ماراثون دبي. شوف سبب هالثنائي ما شاء الله يعني في مغلب مش عندنا جروب كبير يعني الهم. ما شاء الله احنا عددنا كبير يعني اغلب الفائزين العشر الاول كانوا مواطنين كلهم من دائما تشاركون في نفس المسابقات نعم. اغلب المشاركات يعني اغلب المسابقات حلو. في الدول تشجعون بعضكم اي نعم جميل فهذه المشاركات ما شاء الله يعني دائما نشوفها من ضمن يعني فريق كبير موجود معاكم مستمرين دائما ولذلك اليوم شفنا هذا التميز منكم اليوم انعكس على مدينة كلبة من خلال هذا السباق اللي نظمتوه بهذا الجهود بهذه الجهود حقيقة المنظمة واللي تركت أثر حقيقة في مدينة كلبة. نحن يعني ما توقعنا أن يكون في مهرجان أو سباق مميز ينطلق من مدينة كلبة. هل راح يكون في مناطق أخرى؟ ولكن يعني يمكن بالنسبة للأندية الأخرى راح يمكن أيضا تقلد هذا المهرجان صحيح. بما أنه صار ناجح على المستوى مدينة صحيح. مش إمارة يعني نقدر نقول. فهذا النجاح اليوم في مدينة كلبة ينسب لكم بهذه الجهود الكبيرة حقيقة من منسقين من مشاركين من أعداد كبيرة أيضا انتسبت لهذا المهرجان سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة. فأكيد يعني هي بصمة مميزة تركت في مدينة كلبة نعم صحيح. كانت من البصمات المميزة لنادي اتحاد كلبة الرياضي ب 2019 أكيد أيضا في خطط مستقبلية وفي بعض الرياضات المميزة والمسابقات اللي بتكون إن شاء الله في السنة الجديدة. شو خططكم المستقبلية غير ماراثون دبي اللي بتشاركون فيه والحين ياسين تحضرون وتستعدون له في مسابقات أخرى ياسين تحضرون لها أهداف 2020 2020 عندنا أهداف كثيرة يعني عندنا ماراثون دبي عندنا نص ماراثون رأس الخيمة وعندنا تخطيط من اليوم يبدأ تخطيط بادي من السنة اللي طافت. شفتوا معنا أستاذ عزام الفقرة اللي قبلكم كان يتكلم عن تخطيط الأهداف. تخطيط الأهداف لابد منه يبدأ من بداية السنة ولا قبل كل واحد حط عنده خطط لحق كل سنة يعني. لا ما شاء الله يعني محطين أهداف ومحطين خطط. شيء أكيد يعني. أتمنى لكم التوفيق. نحب نشكركم بعد أن قناة الشرقية أنتم كنتم من مساهمين في إنجاح هذا المهرجان يعني تواجدكم يعني دائما في المهرجانات الموجودة في المدينة يعني. يعطيكم العافية إن شاء الله والله يوفقكم إن شاء الله في كل السباقات والرياضات اللي راح تشاركون فيها. كل الشكر لك الأخ مبارك راشد المراشدة وأيضا الأخ أحمد الدبي على هذا الحضور والله يوفقكم إن شاء الله ونتمنى لكم إن شاء الله سنة خير وسنة سعادة إن شاء الله عليكم. شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. طبعا مشاهدينا أكيد بنهاية هذه الفقرة المميزة وأيضا ضيوفنا المميزين من هذا السباق المميز أيضا في مدينة كلبة من التميز وأيضا هذا اليوم مميز مع بداية 2020 نتمنى لكم إن شاء الله يوم مميز وسنة حافلة إن شاء الله بالإنجازات والأهداف المحققة بإذن الله. نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح انتظرونا أيضا يوم غد نهاية الأسبوع إن شاء الله بحلقة مميزة ومع السلامة. أكيد مشاهدينا وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي اليوم وهذا الصباح المميز نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة أيضا مع ضيوف مميزين ومع السلامة.